هذا الكتاب اللي رايحين له النهارده كتاب بدعو حضراتكم لقراءته لانه مليان تفاصيل في منتهى الغرابه واللطف ايضا. كتاب اسمه موسوعه اجازات راس السنه في جميع انحاء العالم. هذا الكتاب كاتبه باحث اسمه ويليام كرام، بصدر سنه 2008، متاح بشكل كبير على الانترنت. الناس اللي حابه تشتري النسخه الالكترونيه هتلاقوه موجود، وبين من اسم الكتاب ومن الغلاف بتاع الكتاب انه بيتكلم عن حاجات غريبه بتحصل في الاجازات الخاصه بالثقافات المختلفة أو بالشعوب المختلفة حول العالم. طيب القصة إيه؟ نروح لبالي. بالي عندهم السنة البالية. السنة البالية دي طبعا الموقع بتاعها وشايفين هي جزيرة وحجمها كبير. السنة بتاعت سكان بالي أو السنة البالية بالنسبة لهم بتبدأ في شهر مارس، وعلى اعتبار ان احنا في مارس فقلنا هتبقى لطيفة ان احنا نفكر حضراتكم بيها. والقصة بتاعتها انه الناس اللي ساكنة هناك والقبائل والسكان اللي موجودين هناك بيعتبروا ان السنة الجديدة مع الربيع أو مع بداية الربيع، يعني بيعتبروها في شهر مارس من كل سنة. السنة الجديدة دي بيعملوا فيها ايه أو بيفكروا يحتفلوا بيها ازاي؟ بيعملوا حاجات هي مرتبطة بثقافتهم الشعبية. عندهم معابد كتير جدا، عدد كبير من المعابد، هم معتقدهم معظمهم هندوسي، فبيفكروا بالثقافة بتاعتهم. بيفكروا كل سنة في يوم بيختاروا هذا اليوم وبيسموه يوم الصمت، يوم بيسكتوا فيه ما بيتكلموش خالص، ما بيعملوش أي حاجة في اليوم ده، احتراما للعام البالي الجديد أو للسنة اللي هي خاصة بجزيرة بالي الجديدة. هذا اليوم بيختاروه، محدش بيتحرك إلا تحركات قليلة جدا، لا أكل ولا شرب ولا كلام ولا أي تفاعل خالص، كله صمت. مفيش راديو يشتغل ولا تلفزيون يشتغل ولا أي محطات حكومية أو حاجات حكومية تشتغل أو أي شيء رسمي يشتغل في المكان. حتى المطار بيقال إن هما في بعض الأيام اللي بتعدي عليهم بيغلقوه احتراما لهذا اليوم. بيعملوا إيه بقى في اليوم السابق على هذا اليوم عشان يوصلوا ليوم الصمت أو يوم السكوت في بالي؟ بيروحوا يجيبوا مجموعة من الحاجات كده، بيبدأوا يجهزوا قبلها بأكتر من أسبوع لهذا اليوم، بيعملوا احتفالية كبيرة جدا. المعتقد بتاعهم هقول لكم ليه بيسكتوا وبيعملوا إيه قبلها. بيعملوا دوشة كبيرة جدا قبلها، الدوشة دي بيكون الهدف منها إنه الشياطين في معتقدهم وأفكارهم والأرواح الشريرة بتنزل جزيرة بالي مع بداية الربيع. فهم بيعملوا حفل كبير جدا في طقوس كبيرة جدا، بيجيبوا فيها بقى يعني كل واحد بيعمل دمية بشكل ما ودمى مختلفة على شكل شياطين زي ما حضراتكم شايفين، وكل مجموعة من الشباب بيعملوا الحاجات المكون اللي حضراتكم شايفينه ده، ويتفننوا في إن هم يعني مين الشيطان بتاعه كان يخوف أكتر أو مين الدمية كانت بالنسبة له مخيفة أكتر من الشخص الآخر، حاجات زي كده. ويبدأوا يجيبوا الحاجات دي يطوفوا بيها جزيرة بالي، وبعدين يطلعوا لأماكن أخرى من الجزيرة، وبنهاية اليوم بعد ما يخلصوا اللفة بتاعتهم كلها يحرقوا الشياطين دي. بيحرقوا الشياطين عشان يتخلصوا من الأرواح الشريرة والشيطنة اللي كانت موجودة في المكان وتلبست الدمى والحاجات اللي هم عاملينها. في نهاية اليوم يروحوا حرقينها عشان يتخلصوا من الأرواح الشريرة. طبعا الاحتفال ده موجود كل سنة لحد هذا العام. يعني الجزء الثاني بيعملوا حاجة لطيفة جدا، ان هم بيعملوا ما يشبه الحج بالنسبة لهم يعني في معتقدهم الى المسطحات المائية. بيطلعوا للبحيرات، بيطلعوا للمناطق اللي فيها مية، بيطلعوا الى الشواطئ بتاعتهم لابسين هدوم بيضة زي ما حضراتكم شايفين كلهم لازم يلبسوا ابيض، ويطلعوا ويروحوا على البحر وحاجات زي كده، ينزلوا المية ويبدأوا ايه يتخلصوا من الاثام والخطايا ويطلبوا المغفرة ويغتسلوا من الذنوب اللي عندهم حسب طبعا ثقافتهم ومعتقدهم اللي ليه كل الاحترام والتقدير. وبعدين يخلصوا الحاجات اللي هم بيعملوها ويحرقوا بالليل الشياطين اللي هم الدمى اللي هم لفوا بيها، وبعدين يروحوا طالعين على بيوتهم. مجرد ما بيدخلوا البيت بتاعهم بيقفلوا بيبان كويس والشبابيك كويس، لان هم دلوقتي طبعا بيروحوا برضو المعابد وبيروحوا الاماكن الدينيه بتاعتهم. وبعدين بعد ما يخلصوا وعندهم حاجه لطيفه برضو بيعملوها، بياخدوا الحاجات اللي في المعابد في اليوم ده ويروحوا يغسلوها في البحر ويرجعوا يرجعوها تاني. وعندهم معتقد كده
انه احنا يعني رحنا طول السنه المعبد وكنا بنخلص الخطايا والذنوب بتاعتنا هناك، فاحنا بناخد الحاجات دي نغسلها في البحر ونرجعها تاني فترجع جديده من الاول مع الحج اللي احنا بنعمله، ونبدا بقى نروح السنه الجديده يعني ايه نتخلص من الخطايا والذنوب مره تانيه في المعابد بتاعتنا. ده ملخص اليوم بتاعهم. يروحوا المغرب او بالليل في الظلام الدامس، يطفوا كل الانوار في الجزيره، يظلموا الدنيا خالص ويوقفوا كل حاجه ممكن تشتغلوا، يفصلوا الكهرباء ويقفلوا التليفونات، يعملوا كل حاجه صامته تماما، ويبداوا رحله الصمت. رحله الصمت بتبقى من بالليل لحد تاني يوم الساعه 6 الصبح. كل شيء متوقف، ولو في سائحين موجودين على هذه الجزيره والشوارع طبعا والشواطئ كل حاجه بتبقى فاضيه، لو في ناس موجوده لازم تلتزم وتحترم هذا اليوم ويعيشوا معاهم نفس الطقوس بتاعتهم، ممنوع مخالفه هذه الطقوس. بعد ما بيخلصوا اليوم ده في صمت وسلام، تاني يوم بيبداوا ياكلوا ويبداوا يعيشوا الحياه بتاعتهم مره تانيه، وبيبداوا يخرجوا الحاجات بتاعتهم عطايا بقى ويدوا الناس اللي محتاجه، ويطلعوا فلوس ويطلعوا اكل وحاجات زي كده على سبيل ان هم خلصوا من كل الآثام والشرور اللي كانت في السنة اللي فاتت، ويبدأوا سنة جديدة مع الربيع وقد اغتسلوا بالنسبة لهم طبعا من الخطايا والذنوب والشيطنة اللي كانت موجودة عندهم، وكمان بيعتقدوا انه كده الشياطين مش هتيجي جزيرة بالي في هذه السنة لان هم حرقوها مع نهاية السنة اللي فاتت في اليوم اللي توقفوا عنده ما قبل يوم الصمت. دي حدوتها كده حبينا نجيبها لحضراتكم، طبعا موجودة في كتاب لطيف جدا مليان حاجات حلوة نجيب لكم منه حاجات تانية. هذا الكتاب هو موسوعة أجازات رأس السنة في جميع أنحاء العالم للباحث ويليام كرامب، وصدر 2008. بدعو حضراتكم لقراءته هتستمتعوا بيه جداً.